السلام عليكم اخواتي، اليوم رح نلعب الاسئله والاجوبه انا ويسرى. هاي الكل، كيفكم حبايبي؟ طبعا مثل ما شفتوا محمد شو حكى، قال انه لعبه الصراحه، هو بده يسالني اسئله وانا رح جاوب عليها، وطبعا انا كمان كتبت له اسئله وهو رح يجاوب عليها. الاسئله رح تكون بقناتي وبقناتها، الاسئله رح اسالها انا جوابه بقناه محمد ديما ويسرى، واسئله اللي رح تسالني اياها هي رح تكون بقناتي انا. هلا رح اسال يسرى. السؤال الأول ليسرى، إذا تقدم لك شاب أنت بتحبيه من قلبك وهو بحبك وقال لك تركي اليوتيوب وتتركيه؟ الشاب يعني بده يتقدم لي طبعا بده يكون حاسب حسابه لكل شيء، بده يكون معي، بده يوقف معي، إذا عجل بيحبني بيخليني كمل شغلي أكثر وكبر مجالي أكثر من هيك. طبعا إذا هو عجل بيحبني فبس هذا هو جوابي. السؤال الثاني، لما بلشتي باليوتيوب مين اكثر شيء عارضك بالموضوع ومين اللي كان عم يمنعك اكثر شيء وشو هو السبب؟ اكثر شيء وقفوا معي هن اخواتي وامي وابي، ويلي عارض هو اخي اكبر واحد عندهم بالبيت، عمره 29 سنه، هو عارض هذا الشيء وزور لحتى تقبل هذا الشيء. يعني ضليت يمكن شيء 3 4 شهور لحتى اخي وافق، يعني كتير اخي مخه صعب، فهو اللي عرض هذا الشيء ويلي تقبل هذا الشيء ووافق عليه وشد على ايدي، يعني هنا اخواتي وابي وامي. السؤال الثالث، شو اكثر شغله بتكرهيها بمحمد وشو اكثر شغله بتحبيها بمحمد؟ اكثر شيء بكرهه بمحمد طيبه قلبه زياده عن اللزوم. جايز يمكن هلا انتم بتقولوا انه اوه يسرى ليش هيك حكيت، ليش في احلى من طيبه القلب؟ طيبه القلب في لها حدود، بس محمد قلبه طيب بالزيادة عن اللزوم بشكل مو طبيعي، وأنا هذا الشيء اللي بكرهه فيه. الشيء اللي بحبه فيه إنه هو حدا كتير مريح وكتير فرح وبيتقبل المزح وبيتقبل كل شيء، وما له شخص نقاق كتير ويضغط على الواحد، كتير هيك روحه طفولية كتير، وأنا هذا الشيء اللي بحبه بمحمد. سؤال رابع، إذا أجاكي عرض قناة مشهورة وأكبر من قناتي ويوتيوبرز أقوى مني وقال لك اتركي محمد وتعي اشتغلي معي براتب اغلى، بتتخلي عن محمد وتشتغلي معه او بتضلي مع محمد؟ انا ما بشتغل مع اي شخص بصراحه، وما بروح بشتغل مع اي شخص من دون رضا محمد طبعا، لانه بالاخر يلي ساعدني بهذا المجال اني ادخل عليه هو محمد، يلي ساعدني كثير محمد، فانا ما فيني انه اتركه هيك بلحظه. احتمال اني اعمل شيء مشترك مع يوتيوبر اخر، طبعا هذا الشيء بيكون برضا محمد، يعني مثل ما هو بده انه بيقول لي اوكي بتشتغل معه، هذا الشيء كثير حلو انه نتفاهم على الموضوع بعدين نروح واعمل فيديو مثلا مع اليوتيوبر الثاني، غير هيك لا، وابدا ما بتطلع على المصاري انه اذا مصاري كثير اولي. السؤال الخامس، اي لغه بتحكي فيها اكثر شيء بالبيت، اللغه الكرديه ام العربيه ام الالمانيه؟ اللغة اللي كتير بنحكيها بالبيت هي الألمانية والكردية، بصراحة بنحكي كتير ألماني بالبيت. العربية كمان بنحكي كتير، بس الأكتر بنحكي ألماني وكردي. السؤال السادس، إذا أجتك فرصة تطلع على تركيا وتضلي فيها مع محمد بتركيا وتشتغلي معه، بتتركي ألمانيا وبتجي ولا بتضلي بألمانيا يا يسرى؟ بحب إني أنزل على تركيا بصراحة، بس هون في أهلي في دراستي وصعب كتير اني انزل على تركيا، يعني بس انه عادي يعني بنزل اكيد، بتمنى اني اكون موجودة انا ومحمد بدولة واحدة ونكون عم نشتغل مع بعض. لو انا ومحمد هلا قريبين عن بعض يعني كنا فجرنا ام اليوتيوب، بس يلي ماسكنا هلا انه اللي ضاغط علينا البعد يلي بيني وبينه، لانه هون بالمانيا وهو بتركيا، بتمنى انه اكون معه بنفس الدولة، بس بغض النظر جايز انا هون موجودين اهلي ودراستي وناسي وحبابي، ومحمد طبعا ان شاء الله قريبا كتير رح صير انزل عنده زيارة كل فترة وفترة. السؤال رقم 7، كيف تعرفتي على محمد وكيف بلشت الشغل معه وشو اللي خلاك تضلي معه بالفريق لهلا؟ تعرفت على محمد على طريق الانترنت، يونا طبعا طلعت معه كاس مره، وطبعا انا كنت تابعه قبل ما افوت على هذا المجال كله، كنت تابعه كثير، حب محتوى، طلعت معه كاس مره قلت له انا كثير حبيت محتواك كثير حلو عجبني شغلك. هون محمد حس انه انا البنت اللي بستاهل هذا الشيء، بستاهل اني افوت على هذا المجال، فاعطاني هاي الفرصه وساعدني فيها. والشيء اللي خلاني اني ضل معه بالفريق اللي هو انه انا بحس بالتفاؤل
كثير مع محمد، عن جد كثير كثير كثير. سؤال رقم 8، كم شخص حبيتي بحياتك وشو السبب تركته انت وياهم؟ حبيت شخصين طبعا، بس الاثنين كمان كانوا بيقربوني حبيت، والسبب اني تركتهم سبب شخصي بصراحة ما فيني احكي فيه. السبب هو عائلي، يعني قصص عائلية، هذا هو الشيء اللي خلاني خلانا نترك. سؤال رقم 10 يا اسرا، اذا اجاك عرض تلفزيوني بشرط تتركي محمد والفريق وتشتغلي معهم، يعني مع التلفزيون، تتركي محمد وقناته ولا بترفضي العرض كرماله لمحمد؟ جاوبي بصراحه. جايز اذا قلكم انه لا ما بترك محمد بكون كذابه. انا بروح، وطبعا بروح مثل ما قلت لكم برضا محمد، لانه بالاخر محمد اللي ساعدني بهذا المجال، ما فيني بصراحه اطعن بظهره، يعني انه اعمل شيء انه خلص واو انا اجتني فرصه انا لازم اتركك انا سو 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 سو، لا بضل معه بتفاهم معه انه انا بدي روح كذا، وبالاخر يعني هي بتكون فرصتي كمان، وهو اذا جد بيتمنى لي النجاح والتوفيق بيتقبل هذا الشيء بصراحه ما بيرفض. السؤال رقم 11، اذا وصل قناتك لمليون مشترك ومحمد لساته نص مليون، بتتركي محمد والفريق وتشتغلي لحالك ولا بتضلي معهم وتساعديهم؟ اذا انا مليون والفريق نص مليون، بالعكس بعمل كل شيء بيطلع بايدي وكل طاقتي لحتى الفريق كمان يوصل للمليون، يعني فيني انا ادعم الفريق طبعا. سؤال رقم 12، اذا محمد ارتبط او خطب او تجوز، بتتخلي عنه لهالسبب ولا ما بتتدخلي بامور الخاصه فيه؟ اكيد لا، اكيد ما بتدخل باموره الخاصه، انه ارتبط او تزوج او خطب، اكيد لا ما بتدخل فيه، يعني بصراحه هذا الشيء بيرجع له لإله اخر شيء، هي حياته الشخصيه، هو حر فيها. نفترض جايز انه انا هلا بدي اتزوج او كذا، ليش هو فيه يرفض او فيه يعمل شيء؟ لا، الاخر هي حريه شخصيه وحياه الانسان الشخصيه واموره الخاصه. سؤال رقم 13، شو مواصفات الشاب يلي في بالك؟ كيف كان المواصفات الخارجية؟ يكون زلمة، يكون قبضاي، يكون جنتلمان، يعني هيك ما بعرف كيف بدي لكم، بس هيك يكون عيونه خضر، يكون طويل، أسمر، شعره هيك سبايكي، بحب هيك أنا، هذا هو الشاب اللي أنا بتمنى. سؤال رام 14، شو علاقتك بمحمد؟ في شي علاقة حب بيناتكم ولا لا؟ علاقتي أنا ومحمد شغل، اغلب الاوقات شغل، وبالاوقات الثانيه صداقه بشكل عالي. يعني جايز كيف بدي اقول لكم، علاقتنا كثير قويه، اقوى من كل شيء، اقوى من الحب، اقوى من الصداقه، اقوى من الاخوه، اقوى من كل شيء. يعني محمد ما هو بس شخص انا بشتغل معه، لا، محمد شخص الواحد بيرتاح له انه الواحد يحكي له شيء قصه، شيء شغله، مشكله، الواحد بيرتاح له انه يحكيها. يعني ما بعرف كيف بدي اشرح لكم اياها، بس علاقتنا اقوى من يلي انتم بتفكروا، انه خلص انه انتم اثنين تشتغلوا مع بعض كانوا بتحبوا بعض، لا ما شرط، يعني ما شرط انه اثنين يشتغلوا مع بعض يحبوا بعض، ما شرط. سؤال رقم 15، حلو كثير ومضحك، كم شاب خرفتي بحياتك كلها من لما كنت صغيره لهلا؟ كم شخص خرفتي ضحكتي عليه، طلبتي منه شيء، جاب لك اياه وبعدين تركتوه؟ شو هيك كم شاب خورفتي بحياتك؟ ولا مرة، أصلا ما بعرف شو يعني خورفة. يعني سؤال رقم 16، عارفين عن نفسك بالكامل، عمرك، اسمك، من وين، شو أصلك، وكم صار لك بألمانيا، وين حبيت أكثر، تركيا ولا ألمانيا؟ جاوبيني عن الأسئلة الخاصة فيكي بالكامل. أعرفكم عن نفسي أكثر، أنا اسمي إسراء، عمري 18 سنة، من سوريا، من القامشلي، كردية، أنا أصلي كردية. ضليت 4 سنين بتركيا، بعدين طلعت على ألمانيا، صرت بألمانيا تقريبا 3 سنين، وبحب مجال اليوتيوب، بحب الشهرة، بحب التمثيل، بحب هالقصص هاي كتير، ويا هيك يعني. خلصوا الأسئلة تبعيتي والأجوبة رح تجاوبني اياها يسرا، واللي حابب يشوف يسرا شو سألتني وأنا شو جاوبتها يدخل على قناتي. أخواتي الأسئلة عم ناخدها من إنستغرام، اللي حابب يطلع أسئلته يدخل على حسابي الانستغرام، رابط بالبايو، وقناة يسرا يا اخوان. فانيوي جايز، هدول كانوا كل اسئلة محمد، كتير استمتعت بالاسئلة وبالاجوبة كتير، وبدي اقولكم انه تحت بصندوق الوصف في قناتي انا الخاصة، فيني روحوا واشتركوا فيه. تحياتي لكم، ليلة سعيدة.